وتنضم إلينا عبر سكايب من كندا الدكتورة نعمة عوض الله، الاستشارية الاجتماعية والأسرية. أهلا بك دكتورة نعمة، وكل عام وأنت بخير. سأبدأ معك من مقولة الفرق بين نمط الأم الشمعة والأم المصباح. ما الفرق بين هذين النمطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأم الشمعة أو يعني الشمعة والمصباح، الفرق بينهم إن الشمعة بتنور، المصباح بينور، الشمعة بتحترق وتنتهي، المصباح بيظل كما هو مصباح. فالأم الشمعة هي أم عادة بتفني نفسها فناء كاملا في البيت مع البيت والأولاد، إلى أن يعني زي ما بيقولوا إيه، تنتهي كل طاقاتها وتنتهي كل قدراتها وتصبح فعلا تعبانة جدا. يعني مش هقول وكأنها ليست موجودة، بس فعلا متعبة جدا لأنها يعني استنفذت. أما المصباح، الأم المصباح فهي بتنور برضو لأولادها وكل حاجة، لكن بتحتفظ بكينونتها لأن المصباح بيظل مصباح، ما بتفناش، يعني حتى استنفاذها لطاقتها ما بيظل إلى حد ما له حدوده اللي بتحتفظ لها بكيانها. نعم، لماذا إذن يغلب دائما عندما نتكلم عن الأم المضحية، الأم يعني نمط الشمعة، دائما عندما نقول أم صالحة وأم يغلب عليها التضحية وأن تضحي من أجل أبنائها؟ ليه الأم عليها الصفة بالتضحية؟ لأن عادة الأم حتى لو هي مصباح مطلوب منها من آن لآخر تضحيات، والا تبقى قصرت في واجبها كأم. يعني مثلا لو ام عندها في بدايه حياتها الزوجيه وانجبت اطفال صغار، مفترض منها صراحه انها لمده لما الاولاد يبقوا على الاقل سنتين انها تبقى قاعده معاهم في البيت. ده ممكن يعطلها عن حاجات كتير، مش هقول هيعطلها عن تعليم ولا عن عمل بس، لا، ممكن يعطلها حتى عن ممارسه هوايات، ممكن يعطلها عن 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 يعني تثقيف كيانها او عمل اي شيء. فعلا بتبقى حياتها في اول سنتين من عمر الطفل مكرسه له، وده نوع من التضحيه، وتضحيه واجبه الحقيقه، لان من غير كده الطفل يفقد الكثير. مراحل ثانيه في الحياه بتتطلب منها احيانا التضحيه. الامهات لما ترفض التضحيه مثلا بشيء يخصها في مقابل شيء في مصلحه ابنائها، طول ما هي مسؤوله عن ابنائها، لان دي حاجه مهمه جدا، احنا مسؤوليتنا عن الابناء ما هيش مستمرة إلى آخر العمر إلى آخر العمر، لا، هي لمرحلة معينة ثم يجب أن يترك الأبناء تماما لحياتهم. ففي الفترة اللي هي مسؤولة فيها عن أبنائها أحيانا بتتطلب منها بعض التضحيات وواجب عليها تعملها. يمكن من هنا الـ يعني كلمة الأم والتضحية. لكن احنا عادة في العالم العربي بنحب قوي الأمهات اللي هي بتفنى تماما، بنبقى سعداء بيها وهي أم حلوة قوي، ومحدش بيبص لها هي كأم جرى إيه في شخصيتها، أو هي لما أولادها اتجوزوا ومشوا بقت حالتها إيه النفسية، أو بقت دنيتها عاملة إزاي، أو عيشتها عاملة إزاي. وعلى فكرة الأم المضحية قوي دي، الشمعة اللي بتستنفذ، بتبقى بعد ما الأولاد تكبر وتخرج من البيت بتبقى عبء نفسي كبير جدا على الجميع.